مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من شركة أمازون الأمريكية يلي كشفت عن موقع أول مستودع لها بأستراليا. مستودع أمازون رح يوضع الشركة بمواجهة أمام المنافسين بسوق أستراليا، ومن ناحية تانية إطلاق أعمال التجارة الإلكترونية رح يخلق ألاف الوظائف ويضخ الكثير من المال على شكل استثمارات بأستراليا. وننتقل إلى بنك ستاندرد تشارترد يلي أعلن عن نتائج أرباحه للنصف الأول من هالعام. بلغت الأرباح الأساسية للمصرف قبل خصم الضرائب 1.8 مليار دولار، وبعود السبب الرئيسي لارتفاع الأرباح إلى تخطي المصرف الخسائر يلي واجهها العام الماضي بقطاع الاستثمار المباشر والقروض المتعثرة. أضاف البنك أنه نسبة كفاية رأس المال الأساسي شهدت ارتفاع بنسبة 13.8% لغاية حزيران، وهذا بيشير إلى متانة الوضع المالي للمصرف. ومننهي من مصر، حيث أشارت وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى انخفاض عجز الميزان التجاري ليوصل ل 13 مليار دولار بالنصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي. وفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، تراجع العجز التجاري أتى نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 8% إلى جانب تراجع الواردات بنسبة 30%. إضافة إلى ذلك، عملت الوزارة على الحد من استيراد منتجات متدنية الجودة وزيادة الصناعة المحلية. هالإجراءات أتت ضمن الإصلاحات الاقتصادية يلي عم تسعى إلى الحكومة لإنعاش اقتصاد البلد. هذه كانت أخبارنا لليوم. أنا بشوفكم نهار الاثنين.